طعمية سخن. الناس دي لسه ماشية من هنا دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين اللي قاعد في الشقة اللي قدامك؟ ده واحد اسمه صادق. ليه؟ ألاقيه فين صادق؟ مش عارف، عايزه ليه؟ عرفني. بقول لك ألاقيه فين؟ يا عم أنت بتكلمني كده ليه؟ عايزني أكلمك إزاي؟ بس بقول لك أكلمك إزاي؟ ليه؟ باشا معلش معلش يا آسفين، الراجل بس سارق مننا فلوس والمعلم متضايق شوية. شغال إيه صادق ده حبيبي؟ على باب الله. كلنا على باب الله. على بابا الله ميكانيكي، على بابا الله سروجي، على بابا الله ستورجي. يا عم وانا مالي؟ انا معرفش عنه حاجه، اللي اعرفه انه بقعد على قهوه بندق. انا على بابا الله عواطلي. فين قهوه بندق؟ الاقيها فين؟ عم ناصي. يلا بينا. وانت على بابا الله ايه؟ اسطى دش. على بابا الله اسطى دش. اقفل وكمل نوم. قهوه بندق فين؟ وانت عارف شكله منين؟ الله يقوم يجري دلوقت. قال لك اسمه صادق. صادق فين بلال شامة يا والله العظيم تلاتة ما اعرف عنه حاجة. يعني بالله العظيم في يا صادق؟ ده مش صادق، ده كداب. نزل ايدك يا محبوب في منطقتك اهو. تسلم ايدك يا معلم سيف. تسلم ايدك انت يا معلم. مش انت اللي مصرف تليفونك؟ والله العظيم هو اللي خلاني اعمل كده، كان عايز يعمل مصلحه عليك. وراح فين؟ معرفش، اول ما شافني فتح التليفون اتخلى عليا ومشي. قدامك 24 ساعة وتبقى عرفت لي مكانه فين. تنزل السيدة زينب تسأل على جعفر العمدة، الكل هيدلك. ليك داخل تقول لي مكانه فين؟ ما كانش الطلقه ب 41 جنيه، ما تعزوش عليك. اتاخرت هتلاقي ال 41 جنيه في نص راسك، وانا عشان كريم احتمال تلاقيهم 82 جنيه. مفهوم؟ مفهوم. يلا. اخد مكان غريب ما تعرفش حاجه؟ ده دي اسمه بصوت عالي. تلاقيهم جاري لوحده. النمرة دي أول مرة أعملها كنت في الاستاد، كنت بدور على الواد في الاستاد. لقيته؟ لقيته فين؟ انتهى طبعا، كان ماتش الأهلي والزمالك.